احنا النهاردة رايحين بورسعيد. طبعا هتسأل امال التاكسيات الاصفر في اسود دي ايه؟ ما تستغربش لاننا في شارع بورسعيد في اسكندرية الجميلة، شارع حيوي ومهم ومليان معالم وظهير لكورنيش اسكندرية البديع. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. يلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا واحنا رايحين على بورسعيد من قناة السويس. ايوه صح، طالما في بورسعيد يبقى في قناة السويس، لكننا مش في السويس ولا بورسعيد، احنا في اسكندرية وفي طريق قناة السويس، الجسر المهم اللي بينقلك من طريق مصر اسكندرية الصحراوي وبتوصل منه لهنا. واحنا على مشارف كورنيش اسكندرية الجميل، احنا دلوقتي موجودين في الشاطبي وقريبين جدا من مكتبة اسكندرية، وهندخل اهو على مسار حلقتنا النهاردة وهو شارع بورسعيد. لو دخلنا شمال هيكون امتداد شارع بورسعيد يوصلنا لمكتبة اسكندرية. شارع بورسعيد اللي دخلناه دلوقتي بيبتدي من هنا وبينتهي تقريبا عند مسجد سيدي جابر، شارع من اهم شوارع اسكندرية، ومعظم اللي زار اسكندرية اكيد عدى عليه، سواء كان ساكن في فندق او عمارة على البحر او حتى سكن فيه فعليا، لانه موازي لكورنيش اسكندرية وبيفضل ماشي معانا في مناطق كتير جدا. زي ما حضراتكم شايفين الجو في اليوم اللي انا بصور فيه جو شتوي في عز الصيف، جو جميل وبديع ومغيم كده، والهواء ريحته مليانة يود. الله عليك يا اسكندرية. مازلنا ماشيين في شارع بورسعيد في اسكندرية ونشوف قد ايه مدى الترابط بين المدن المصرية ومدى اعتزاز كل مدينة بالمدن التانية. كمان في شارع مهم بنفس الاسم في القاهرة، على يمنا دلوقتي بيت طالبات جامعة اسكندرية، الجامعة القريبة من هنا وهي من اكبر الجامعات المصرية واللي انشئت سنة 1938، وكان عميد الادب العربي الدكتور طه حسين رئيس لجامعة اسكندرية، وفي البداية كانت فرع لجامعة فؤاد الاول. على يمنا وشمالنا كان شارع الدكتور سامي جنينة، وطبعا لو دخلنا شمال من اي شارع هنطلع على الكورنيش. طبعا كلمة بور معناها مينا، وسعيد بترجع لسعيد باشا اللي حكم مصر بعد عباس حلم الأول، وهو اللي ادى لسيبس امتياز حفر قناة السويس. بعد التقاطع الشارع اللي هيقابلنا دلوقتي وهو شارع سليم حسن، بيكون على يمنا ويمكن هي اللي باينة على يمنا دلوقتي كلية سان مارك الشهيرة، واللي تراثها المعماري مميز جدا، هي مدرسة كاثوليكية وفيها جميع المراحل الدراسية قبل الجامعة، من أقدم المدارس في اسكندرية، واللي افتتحت سنة 1928 في عهد الملك فؤاد الأول. كان على شمالنا بيت شباب اسكندرية، وبعد بيت الشباب على طول موجود على شمالنا مقابر الشاطبي الأثرية، كان هي المقابر دي كان اسمها مقابر نيكروبوليس، وهي من أقدم وأشهر المقابر الموجودة في اسكندرية، بترجع لعصور مختلفة، بداية بقى من العصر اليوناني ولغاية العصر البيزنطي، واكتشفت سنة 1892. منظر المقابر مختلف ومن الأماكن اللي بتستحق الزيارة لما تيجي اسكندرية. بعد المقابر مباشرة بنشوف نقابة المهندسين باسكندرية واللي موجودة هنا في الشاطبي. كان الجزء ده سرعت الصورة فيه شوية عشان نقدر نستكمل رحلتنا جوه شارع بورسعيد. سأقول لكم ان كان بيت الشباب اللي قابلنا او بيت شباب اسكندرية اللي قابلنا، كان بيوت الشباب دي شبيهة بالفنادق كده، لكنها طبعا بتكون رخيصة واقتصادية وبتناسب جدا الناس اللي دخلها محدود. لسه بنكمل طريقنا في دهاليز ودروب وشوارع ومناطق اسكندرية، ولسه موجودين في شارع بورسعيد، وبقينا دلوقتي موجودين في كامب شيزار. طبعا هنسأل يعني ايه كامب شيزار؟ كلنا عارفين الكامب وهو المعسكر، اما شيزار بقى فمعناها القيصر. يعني احنا دلوقتي موجودين في معسكر القيصر، احنا موجودين في حي وسط في اسكندرية، وكامب شيزار مشهورة جدا بوجود الجاليات الاجنبية الكتير، في بيوت كتير لسه الملاك بتوعها يونانيين. طبعا اسكندرية عارفين ان هي بلد متعددة الثقافات زي ما احنا عارفين. احنا لسه بنكمل طريقنا في شارع بورسعيد، وبقى على يمنا شارع جورج ابيض واللي كان من الممثلين اللبنانيين المعروفين. وزي ما بنشوف كده فمصر دايما بتحتضن كل الشعوب العربية وبتحتضن كل الثقافات وكل الفنون. احنا موجودين لسه في عمق شارع بورسعيد في اسكندرية، وفي منطقة كامب شيزار موجود معالم كتير جدا، من ضمنها مسجد نور الاسلام والمدينة المنورة وكنيسة الانبا تاكلا ومدرسة عبد السلام عارف وعباس الاعصر وشامبليون وليسي الحرية. زي ما حضراتكم ملاحظين هتلاقوا شوارع متسمية على اسم المدن والمناطق المصرية في المحافظات المختلفة زي السنبلاوين وكفر صقر وابو كبير وحاجات تانية كتير.
احنا لسه بنكمل طريقنا في شارع بورسعيد، وعلى يمنا وشمالنا دلوقتي البان سويسرا المشهور واللي يمكن كلنا عارفينه، من علامات اسكندرية دلوقتي. كل حاجة عنده موجود عليها جبنة سايحة، والاكل عنده جميل جدا ومميز. احنا عدينا بالفعل ميدان كامب شيزار، واللي فيه فطير وبيتزا القلاع الشهيرة والجميلة جدا في المنطقة هنا. بعد ما عدينا الميدان مباشرة احنا كده بقينا موجودين في الابراهيمية. الابراهيمية بقى هي من الاماكن والمناطق الزحمه ليل نهار. حارات الابراهيميه ضيقه جدا، يعني كل الشوارع اللي على يمنا وشمالنا دي يا دوب تعدي عربيه جنب العربيه اللي راكنه. البيوت في شوارع الابراهيميه لازقه في بعضها، وكان ساكن هنا الطبقه المتوسطه من الجاليات اليونانيه والايطاليه والفرنسويه والارمينيه، ولغايه وقت قريب كان هو حي الجاليه اليونانيه في اسكندريه. من اشهر شوارع الابراهيميه شارع لوجيتيه. طبعا انت في الغالب بتتخيل ان الابراهيميه بترجع لابراهيم باشا ابن محمد علي باشا. يمكن طبعا ابراهيم باشا كان قائد عسكري مشهور، لكن الحقيقه ان الابراهيميه بترجع لحفيده الامير ابراهيم ابن الامير احمد رفعت باشا ابن ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا. كانت ارض الابراهيميه كلها ملك الامير ابراهيم بما فيها اراضي نادي سبورتنج. عموما الابراهيميه حي من الاحياء المتوسطه، وكان زي ما قلنا سكن للاجانب، لكنهم دلوقتي بقوا قليلين بشكل كبير. لكن هتلاقي عدد من المحلات والقهاوي وافران العيش لسه متسميه على اسماء الاجانب في الابراهيميه. احنا ما زلنا موجودين في الابراهيميه، وعايزين نقول ان الحي مشهور بسوق شيديا، واحد من اشهر اسواق الخضروات والفواكه في اسكندريه كلها، واسمه دلوقتي سوق الابراهيميه. كمان موجود في الابراهيميه محل ايس كريم ورز بلبن ومنتجات البان صابر، مطعم الوحيد بتاع الفول والفلافل، وكبابجي الصفواني على محطه ترام الابراهيميه. كمان من معالم الابراهيميه سينما ريفيرا، لكنها تهدد زي ما تهدد سينما لاجيتي. لسه ماشيين في شارع بورسعيد، وعلى يمنا مدرسة الراهبات الفرنسيسكان، وبعديها بنكمل طريقنا جوه او في عمق حي الابراهيمية. من المشاهير اللي سكنوا في الابراهيمية فنان حسن فايق، كمان سكن فيها ديمس روسس الفنان اليوناني، ورودلف هيس اللي كان نائب لهتلر. موجود كمان هنا مساجد كتير زي دار السلام والوعي الاسلامي والرحمن والعزيز المجيد والفتح والتوحيد، ويمكن كنيسة القلب المقدس موجودة في حي الإبراهيمية اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. زلنا موجودين في شارع بورسعيد الطويل جدا، واللي كان اسمه زمان شارع سرابيوم أو تيجران، وزي ما قلنا اسم شارع بورسعيد مشهور في مصر كلها، موجود في القاهرة، واللي كان اسمه شارع الخليج المصري، وشارع كمان بنفس الاسم في راس البر اسمه شارع بورسعيد. معظم العمارات العالية الجديدة هنا في شارع بورسعيد كان مكانها فيلل وقصور قديمة. شارع بورسعيد كان مشهور بالفلل اللي فيها الجناين والأشجار العالية الرائعة. على يمنا دلوقتي جزارة الكيال، وبقينا موجودين بقى مباشرة كده في منطقة سبورتنج، واحد من أحياء اسكندرية الرائعة والجميلة، واللي موجود فيه نادي من أعرق أندية مصر، وهو نادي سبورتنج الرياضي، اللي كان فيه تراك الخيل المشهور جدا. حي اتسمى كله على اسم النادي، ويعني كان على يمنا وشمالنا شارع الدلتا، وهو اللي بيوصلنا بقى من شارع البحر او كورنيش اسكندريه للترام والنادي سبورتنج. احنا لسه بنتمشى جوه شارع بورسعيد، وبنشوف جمال وشكل شوارع اسكندريه الداخليه، واللي يمكن في جزء كبير مننا وخاصه سكان المحافظات التانيه ما يعرفوش من اسكندريه الا البحر والكورنيش وبعض الشوارع الشهيره زي شارع خالد ابن الوليد. عمرهم بتمشوا في الشوارع واللي موجود او اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، لكن بصراحة التمشية في دروب ودهاليز المدن بصفة عامة ليه طعم وسحر مختلف. بنتفرج على أماكن صنعت تاريخ مصر، بنتفرج على عمارات عمرها أكبر من عمر دول، شيء فعلا بيفتخر بيه كل اسكندراني، وبيفتخر بيه كل مصري، وبيفتخر بيه كل واحد زار اسكندرية. يمكن العمارات اللي على يمنا وشمالنا دي والبيوت القديمة الصغيرة أو المنخفضة، بقدر من التطوير والاهتمام هترجع بقى ليها رونقها وشكلها الجميل اللي بدأت بالفعل عليه. شارعنا النهاردة ومسار رحلتنا النهاردة هو شارع جميل وطويل، لكن رحلتنا هتنتهي فيه عند مسجد سيدي جابر، أو عند منطقة سيدي جابر زي ما قلتلكوا في أول الحلقة.
نادي سبورتنج اللي متسمي عليه اسم الحي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اسمه الرسمي كان نادي اسكندريه الرياضي، وتم افتتاحه سنه 1890، وحضر الافتتاح ده الخديوي توفيق، ومن وقت الوقت الافتتاح النادي كان مقر ونادي لطبقه الاعيان والتجار الكبار في البورصه من المصريين والاجانب. زي ما احنا عارفين ان اسكندريه، ولسه كنت بحكي لكم واحنا في الابراهيميه، هي مقر لعدد كبير جدا من الاجانب اللي سكنوا في اسكندريه، وما زال في عدد منهم بيسكن في المدينه الجميله جدا اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. واحنا بقينا دلوقتي في كليوباترا اللي موجود فيها محطه ترام كليوباترا الحمامات وكليوباترا الصغرى والنصر وسوق زنانيري المشهور وعدد من الفنادق زي فندق كليوباترا الشهير. طبعا في كمان شاطئ كليوباترا الجميل وواحد برضو من احياء اسكندريه الرائعه والجميله. واحنا بقينا موجودين في حي شرق اسكندريه، طبعا الحي متسمي على اسم الملكة كليوباترا ابنة بطليموس الثاني عشر، واللي كانت ملكة على مصر وهي عندها 18 سنة بس. احنا قربنا خلاص من نهاية رحلتنا، واللي زي ما قلت لكم هتكون عند مسجد سيدي جابر الشيخ في نهايات شارع بورسعيد، وهنكون في منطقة من المناطق المشهورة وهي منطقة سيدي جابر، واللي تعتبر واحدة من أرقى أحياء اسكندرية، واللي متسمية على اسم العالم جابر ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن محمد الأنصاري، واللي كان عايش هنا في اسكندرية وكان ليه زاوية وهي اللي تحولت للجامع اللي على يمنا دلوقتي، وهو مسجد سيدي جابر الشيخ. فضل الشيخ عايش في الزاوية بتاعته لغاية ما مات سنة 697 هجرية. وهنكون في نهاية رحلتنا في شارع بورسعيد، وهيقطعنا شارع المشير احمد اسماعيل، الا لو دخلنا منه يمين هنروح على محطه سيدي جابر، ولو دخلنا منه شمال هنرجع لكورنيش اسكندريه. اتمنى ان رحلتي النهارده اللي كانت في واحد من اطول شوارع اسكندريه وهو شارع بورسعيد تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.